بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم ولايف جديد عبر صفحتكم، صفحه اسلام علوي او قناتكم قناه اسلام علوي. اهلا وسهلا بكم. كان في النهارده مؤتمر صحفي، اكيد الناس كلها تابعته. المؤتمر ده كان خاص ب طبعا رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، اللي اتكلم بشكل واضح وصريح عن الاحداث الاخيره وقدم بعض التساؤلات المهمه جدا للراي العام. منها موضوعات يا جماعه كانت واضحه جدا، واضحه للعنان، واضحه للناس كلها. والنهارده المؤتمر دوت انهى على كل حالات الجدل الواسع اللي كانت موجوده الفتره الاخيره، واكدت برضو وجهه نظرنا اللي احنا اتكلمنا فيها. كابتن محمود الخطيب يحول الدفه شكلا وموضوعا على الاتحاد المصري لكره القدم، ويوجه اتهامات واضحه وصريحه للاتحاد المصري بقياده الاستاذ جمال علام. لما كنا بنفتح نفس هذا الملف منذ بضعة أشهر وعمالين نتكلم على نفس النقطة وبنقول الأساس في هذا الموضوع هو ملعب النهائي اللي حصل عليه ضجة كبيرة جدا، هو الاتحاد المصري اللي ما قدمش، الناس كانت فاكرانا ان احنا بنتحامل على النادي الاهلي. والنهارده اعتقد بيان النادي الاهلي والمؤتمر الصحفي اللي حصل يؤكد برضو وجهة نظرنا اللي احنا اتكلمنا فيها. النادي الاهلي اللي عن طريق البيان اللي طلع النهارده والمؤتمر الصحفي اللي كان موجود من كابتن محمود الخطيب يؤكد ان هو ما كانش عنده اي معلومات الا من وسائل الاعلام. يعني النادي الاهلي نفسه كان يستمد معلوماته من وسائل الاعلام، والكلام ده مش انا اللي بقوله، الكلام دوت كابتن محمود الخطيب اللي قاله من خلال المؤتمر الصحفي اللي كان النهارده موجود. اهم النقاط اللي انا هتكلم فيها مع حضراتكم النهارده هي النقطه الاولى اللي كابتن محمود الخطيب فيها اتكلم على الاتحاد الافريقي، وقال بشكل واضح انا ما عنديش مشاكل مع الاتحاد الافريقي، لان النقطه ما بقتش مع الاتحاد الافريقي ولا الاخطاء اصبحت مع الاتحاد الافريقي. واقول لكم دلوقتي كميه مفاجات انتوا نفسكم يعني هتستغربوها بشكل كبير. اول حاجه، زي ما قلت كابتن محمود الخطيب بيؤكد ما فيناش اي خصومه مع الاتحاد الافريقي وما عندناش اي خلافات معاه، المشكله معانا مع الاتحاد المصري. واصبحت اخيرا الموضوع ذهب لمن يستحق ان يذهب له الموضوع من البدايه، وهو الاتحاد المصري وقصه تقديم الجوائب وطلب الاستضافه من عدمه. دي النقطه الاساسيه اللي احنا غلبنا ان احنا نتكلم فيها، والناس كانت للاسف بتهاجمنا، والناس كانت بتتعدى علينا وتقول لنا كلام غريب. يعني الناس بتقول ايه قاعده في الضلمه؟ مش قاعده في الضلمه والله، انا يعني بس عندي الاضاءه هنا ممكن تكون ضعيفه شويه لان الجو خلاص بقى في البيت بقى صعب يا جماعه، فالواحد قاعد بره انا عشان الهواء. فيا جماعه الناس اللي قعدت طول الوقت علي فنانو، عايز اقرا اسمك، علي فناني، ارسل لنا 100 نجمه. كفو يا علي، الف شكر ليك يا علي فناني، تحياتي ليك. المغرب ليس طرف القصه ديت، واحنا غلبنا وصوتنا اتنبح، ولا الاتحاد الافريقي، وقلنا القصه من الاساس عندنا، القصه من الاساس عندنا من الاتحاد المصري، والقصه الاهلي لابد ان يعود للاتحاد المصري ويتاكد ايه اللي حصل وايه اللي اخطا فيه الاتحاد المصري، ويبتدي ياخد امور واضحه وصريحه لمصلحه النادي الاهلي ولمصلحه حتى الكره المصريه كلها. يعني من اخطا يعاقب، ما فيش اي مشكله، ولكن كل وسائل الاعلام ذهبت لاتجاه تاني خالص، وهو اتجاه ان الاتحاد الافريقي يجامل، عرفنا انك بتعرف تسوق يا عم والله، ان الاتحاد الافريقي ذهب، ان النادي الاهلي ذهب وجمهوره للاتحاد الافريقي ان هو يجامل النادي الاهلي. معلش يا جماعه الناس بقى تستحملنا بره بقى عشان الهواء والاصوات اللي انتوا هتقعدوا تسمعوها دي. النادي الاهلي لم يجامل، ولا حتى الوداد لم يجامل من الاتحاد الافريقي. ما بقولش برضو ان النادي الاهلي خد حقه تلت ومتلت خالص، ولا حتى الوداد، وعادي الامور كلها ماشيه عاديه. الكوميدي في الموضوع، وركزوا بقى في النقطه ديت لان دي النقطه الاهم، ويا ريتنا الناس تعمل مشاركات وتعمل لايك على هذا البث عشان يوصل لكل الناس، لان في نقطه مهمه جدا لازم الناس كلها تعرفها. كابتن محمود خطيب بيقول لك ان جمال علام لما انا قابلته في مره من المرات قال لي ان هو قدم طلب استضافه ان مصر تستضيف البطوله، يعني قال لي كابتن محمود الخطيب كده. ولما كابتن محمود الخطيب تواصل مع هاني بوريدا عشان يساله هل مصر قدمت طلب ولا لا، قالوا الكلام ده ما حصلش. ركزوا يا جماعه في الكلام دوت جدا، لان الكلام ده مهم وخطير. يعني كابتن محمود الخطيب بيقول لك ان جمال علام رئيس الاتحاد المصري ورئيس اللجنه اللي بتدير نادي، رئيس اللجنه اللي بتدير الاتحاد المصري لكره القدم، قال لك ان مصر قدمت طلب استضافه بالفعل، وكاف ما ردش علينا، يعني هو كاف عاملنا معامله وحشه جدا. وبعد كده لما كابتن محمود الخطيب حاول يتاكد من الموضوع دوت وحاول يتواصل مع هاني بوريدا، قال له والله الكلام ما حصلش، وان مصر ما قدمتش طلب اصلا. فهنا قال لك ان في حاجه، في خلل غريب، وفي سوء تنظيم، وفي حاجات مش مظبوطه في الموضوع دوت. فلذلك الملف يا جماعه من بدايته، من رمته، من البدايه هو يخص الاتحاد المصري ويخص عندنا المسؤولين على الكوره في مصر. طبعا كابتن محمود الخطيب اكد برضو على الموضوع وقال ان احنا حقوقنا مش هنسيبها، واحنا عايزين نعرف الجواب راح فين،
وازاي الاتحاد المصري بيقول اصلا الاهلي ما بلغناش ان هو عايز يستضيف النهائي، قال لك طب انا نادي انا ماليش علاقه بالاستضافه اصلا، الاتحادات هي اللي بتقدم طلب. يعني تخيل ان جمال علام بيقول ان النادي الاهلي كان المفروض هو اللي يقدم طلب استضافه، طبعا الكلام ده برده مش منطقي عشان ندي لكل واحد حقه، يعني برده الكلام ده مش منطقي، الكلام مش طبيعي خالص ان النادي هو اللي يقدم طلب استضافه، الاتحادات اللي بتقدم. ولكن برضو الكلام ده يؤكد ان مفيش اي نظريه مؤامره من الاتحاد الافريقي، ولا ان نفوز الكاف ولا فوز لاكجع بقى هو اللي ساعد الوداد ان هو يستضيف النهائي. يبقى لازم ندي لكل حاجه حقها، ندي لكل حاجه حقها. يبقى لما النهارده اللوم من كابتن محمود الخطيب طلع يحط ايده على الاخطاء الحقيقيه اللي حصلت، وهو ان الاتحاد المصري هو من قصر والتاثير كان من عندنا بعدم تقديم طلب، يبقى احنا حاطين ايدينا على الصح اهو. ولما يتقال ان النادي الاهلي كان بيتابع الموضوع من عن طريق الاعلام، اسم النادي الاهلي وتاريخه وادارته ما ينفعش انها تكون تتابع المشهد عن طريق الاعلام فقط لا غير، يعني لازم يكون في مصادر تتابع الملف دوت علشان كل التكهنات اللي حصلت ديت والحاجات اللي كانت مضايقه الناس والناس كانت فاهمه غلط. ولكن خلاص الموضوع اتحط على طريقه الصحيح، الكابتن محمود الخطيب قال ما فيش اي خصومه مع الاتحاد الافريقي وما عنديش اي مشاكل معاهم، واكد كمان ان هو طلب ان، وطبعا الاتحاد الافريقي كان برضه قايل الكلام ده، ان النهائي بعد كده يكون ذهاب وعوده، مفيش حاجه اسمها النهائي يكون ذهاب بس او مباراه واحده يعني. وطلب ان اخر يعني اي نادي او دوله استضافت النهائي في اخر 5 سنين ما ينفعش انها تستقبل نهائي تاني. برضه كلام مفيش اي مشكله فيه، كلام كله منطقي. ولكن بالنسبه لازمه مباراه النهائي وملعب النهائي، محدش كان فيها مدان وما فيش حد فيها اخطا غير الاتحاد المصري والمسؤولين عن الكره في مصر، هم دول اللي ما قدموش والامور كلها كانت واضحه. فجماعه اتمنى ان الصوره تكون وضحت كده والصوره تكون خلاص اتفهمت، لان احنا اتكلمنا فيها كتير وشرحنا الموضوع اكتر من مره، والناس للاسف كانت فاكرانا ان احنا بنهاجم من باب الهجوم، احنا كنا بنوضح لكم الدنيا. وروحوا دوروا بقى على الناس اللي كانت بتديكوا صوره مغلطه وغير حقيقيه على موضوع ان الاتحاد الافريقي وفوز الاقشع والمجاملات وان الوداد واخد حقه تلت ومتلت وان الاتحاد الافريقي من جوه بيجامل الوداد وكل الكلام دوت، كنا احنا بنقول مش صح والكلام ده مش حقيقي، بس الناس كانت عايزه دايما تطلعنا ان احنا بنقول كلام غلط. ليه ما اقولش بكم يعني ابان دلوقتي ان انا كنت بقول لك كلام حقيقي، مش قصه بقى اهلي وزمالك، انا كنت بقول لك الواقع. والنهارده المفروض تكون مبسوط ان اللي انا لو قلته ده طلع كله صح، حتى من على لسان الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي عن طريق خطابه. فالكلام ده يا جماعه، فالكلام دوت يؤكد اللي احنا قلناه الفترة اللي فاتت، ويؤكد ان الاتحاد الافريقي ليس متآمر على النادي الاهلي، ولا في اي قصص من اللي كانت بتصدر من الاعلام والناس اللي كانت عايزة تاخد بونت مع ادارة النادي الاهلي او مع جمهوره عشان تبين يعني انها حمية الحمى وان هي اللي واقفة مع النادي الاهلي وان هي اللي بتساعده، كل الكلام ده ما كانش حقيقي. فاتمنى الصورة تكون وضحت، واتمنى فعلا النادي الاهلي يعرف ايه اسباب ان الجواب ما ظهرش لحد النهاردة، الموضوع طول جدا فعايزين نعرف الاسباب. ولكن واضح الارتباك وواضح قله الخبره، وواضح كمان ان في اشياء غريبه جدا حصلت في الاتحاد المصري هي اللي ادت للصوره اللي احنا شفناها ديت. لو في حد مدان هو الاتحاد المصري، وكده نقول بمنتهى الصراحه والوضوح مبروك لفريق الوداد كسب كوره. ومؤتمر الصحفي الخاص النهارده بالنادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب يؤكد ان كان في شفافيه تامه ومفيش اي مشاكل، وان الاخطاء الاساسيه من عندنا احنا، الاخطاء الاساسيه من عندنا احنا. اتمنى كده الامور تكون وضحت للناس كلها. وانا بصراحه طلعت عشان بس اوضح للناس ان الحمد لله وجهه نظرنا دايما بتكون صح. هقرا بقى تعليقات حضراتكم زي ما تعودنا كده في دقيقتين، نقرا كل التعليقات، اللي عنده اي استفسار او اي حاجه يقول تحت امركم بره تعليقاتكم دلوقتي. مينا بيقول لي على فكره في ادانه للاتحاد الافريقي برضو، ايه الادانه للاتحاد الافريقي ده؟ في طلبات للاتحاد الافريقي، في طلبات للاتحاد الافريقي، وطلب ان النهائي يكون بعد كده ذهاب واياب، وطلب ان البلد اللي استضافت النهائي اخر 5 سنين مش تستضيف تاني. واتكلم على موضوع الموقع الالكتروني اللي هو بيقول لك الحجز فيه للجمهور العام ما كانش الموقع شغال، الناس كلها كانت بتشتكي من الموقع على فكره سواء هنا او هناك. عماد العمده بيقول جمهور الاهلي فاهمكم كويس، انتوا بتوع المؤامره. صابر ابو احمد بيقول لي اسلام الموضوع ده كبير عليكم، بلاش الكلام المجعلص اللي مش مفهوم، كبير علينا، الموضوع واضح يعني، كبير علينا فين؟ الموضوع واضح، الموضوع احنا اختصرناه وقلناه مليون مره، لو كان كبير علينا الحمد لله ما كناش فهمناه من اول ما حصل، واول ناس اتكلمنا في عز الازمه وقلنا القصه كلها يا جماعه عباره عن خطا عندنا في الاتحاد المصري، والناس بس عايز تاخد اللقطه وخلاص على كده، ولا كبير ولا حاجه، الموضوع كان واضح وسهل وبسيط. عبد الهادي جاد بيقول على فكره انت اعلامي محترم، ربنا يخليك يا استاذ عبد الهادي.
محمود حمودة، بمسي عليك من ليبيا. اهلا وسهلا استاذ محمود، تحياتي ليك. هاجر جد، احنا شفنا الكلام ده، كلام كل نظرية المؤامرة دي، دماغكم في حتة تانية خالص. هاجر بترد على حد يعني، مستر رفاعي بيقول لي كن عادل مع الاهلي مع حبك للزمالك برضو. انا بقول وجهة النظر واضحة وصريحة، وانا مش ضد الاهلي، انا بحكي لك اللي حصل. وانتوا يا جماعة ليه بتحسوني ان انا اللي بطلع الخبر؟ انا بطلع بناقش معاكم اللي حصل، والامور اللي احنا بنقولها هي اللي بتتاكد اللي احنا بنقوله. والله يا مش بخترع موضوعات يعني. علي بصر اللي عايز يعرف الاهلي التزم ليه، يشاهد المؤتمر الاسطوره. جمال ابو عبده، المؤامره رئيسها ابو ريده. كل واحد بقى يتوقع، ولكن هي الاساس في المشكله كلها يا جماعه، الاساس من عندنا، الاساس من عندنا من الاتحاد المصري، الاساس من عندنا من عدم تقديم طلب. بقول لكم عايزين تضحكوا وركزوا في النقطه دي كويس جدا، لان النقطه دي فارقه. كابتن محمود الخطيب بيقول لك انا كلمت جمال علام من فتره، قال لي ان مصر قدمت طلب استضافه، ولما رحت سالت عرفت ان مصر ما قدمتش. انتوا متخيلين يا جماعه؟ امير البحار بيقول لي موضوع نيجيريا لم تنظم الكونفدراليه وفي نفس الوقت دوري ابطال. لا، امينه تحياتي لك من المغرب، تحياتي لحضرتك. ثابت عبد الله، ثابت عبد الله بيقول ايه حوار الخطيب اليوم ما يخصش اي زملكاويه يعني، ما حدش ليه دعوه والله، حتى من الزملكاويه ما بدناش الخبر بالطريقه الصحفيه، ما لهاش لا علاقه لا اهلي ولا زمالك. محمود علي واخره ايه الظلم اللي في الفرقه ده يا اسلام؟ كل حاجه هتتظبط ان شاء الله، كل حاجه هتتظبط باذن الله. هاجر، انا رديت على حد قال ما تقولش نص الكلام، قلت له احنا شفنا كل الكلام. بالظبط يا استاذ هاجر، انا عارف حضرتك كنت بتردي على حد كان بيكتب. الناس يا جماعه قاعده تشوف اللي على مزاجها، والناس مش عايزه تشوف الحقيقه. يا عم تواجه حقيقتك واعرف المشكله فين، وريح نفسك من الفيلم دوت. هو اي عنده خلاص يعني، انت عايز تطلع دوت غلطان وعايز تطلع ده غلطان. انا بتكلم على الفئه الناس اللي متعصبه، لا ما تفهم الموضوع، ما تعرف القصه. علي الرحوفي، علي الرحوفي، ارسنال 100 نجمه، كفو ليك يا علي، الف شكر على دعمك صديقي. تحياتي ليك يا علي وكل الناس اللي بتدعمنا، بشكرك بشكرك شكرا جزيلا. محمد السنجاري بيقول لي واي واحد يقول ان ده محترم. محمد السنجاري مش عارف عايز ايه. محمد السنجاري انا ممكن اعمل لك استبعاد يعني. جمال بيقول لي يا اسلام كلمه حق منك، الاهلي اتظلم ولا لا؟ الاهلي اتظلم نفسه، الاهلي لف، بص عارف انت لف كعب داير حوالين المشكله. احنا من البدايه قلنا يا جماعه القصه مين ما قدمش، شوفوا القصه دي، اعرفوا ليه الاتحاد المصري ما قدمش، اعرفوا ايه قصه جمال علام ليه ما قدمش، وليه قال الكابتن محمود الخطيب ان مصر قدمت طلب استضافه وبعد كده قال لا ده المفروض الاهلي هو اللي كان يقدم الطلب. انا اهو مع النادي الاهلي في النقطه دي، مش الانديه اللي بتقدم طلب استضافه، مش الانديه اللي بتقدم طلب استضافه، الاتحادات اللي بتقدم. كابتن ياسر المحترم بيقول لي مساء الخير يا اسلام، مساء الورد عليك يا كابتن ياسر. محمد السنجاري عايزني اعمل له بلوك، عينيا الاثنين يا محمد السنجاري، على سلامه. فلذلك يا جماعه يا رب تكون مبسوط يا محمد السنجاري، احلى بلوك يا صديقي اهوت. تحياتي لكل الناس اللي هتروح تشوفهم دلوقتي تقعد معاهم، اللي واخدين بلوكات برضه يعني. من يحترم، من يحترم الناس يحترم، محترم يحترم. هاني، طب انت شايف الخطا عند مين يا كابتن اسلام؟ الخطا عند الاتحاد المصري طبعا، الخطا عند الاتحاد المصري، والكلام ده قلنا من الاول. ما طلعش مبررات يعني، ما طلعش مبررات تمسك في حاجات تانية، الخطا عندنا في الاتحاد المصري. احمد برضو، يا احمد تحياتي ليك، هتاخد بلوك جميل. اي حد يا جماعه عايز يتجوز عنيا الاثنين ليه، بس اكتب تعليق في تجوز وانا عنيا الاثنين من عندي قبل عندي هديك بلوك على طول. تحياتي ليك، اي حد عايز يتجوز انا تحت امره. احنا بنتكلم كوره، اي حد نفسه يتجوز وعايز يروح مع اخواته اللي واخدين بلوكات يقول لي، بس يقول لي وانا هعمل له بلوك. عنيا الاثنين ليك والله. الزمالك نادي كبير، امير البحار بيقول الزمالك نادي كبير والزمالك اتظلم من مجموعات. ان شاء الله يرجع تاني ويرجع احسن من الاول باذن الله. استاذ علي بصري حبيبي يا كابتن اسلام، وحشنا، تنور ايامك، ربنا يخليك. كابتن ياسر مساء الورد، مساء العسل حبيبي يا كابتن، توحشني، مساء الخيرات انت كمان يا غالي. هاني ابو عريضه، مساء الفل يا استاذ اسلام علو، تحياتي لك ابو عمر وسلمى، تحياتي لحضرتك، انا اهلاوي بس بحبك يا اسلام، ده على راس الاستاذ عبد الله والله. كنت ما زلت طبل طبل، اقسم بالله بتفرج عليك كوره مره، اتاكد انك في نفس ماشي بتتكلم على تطبيل، ومفيش ولا جمله بقولها فيها تطبيل، ولا جمله اللي انا بقولها فيها تطبيل، ولكن انت اللي عايز تعيش نظريه المؤامره عيشها. مش عارف انتوا بتعترضوا عليا، الناس اللي بتختلف عليا. مش ده مؤتمر كابتن محمود الخطيب طالع بقول لك اللي هو قاله؟ فين التطبيل يا ابني؟ يا ابني تعبتونا، يا ابني تعبتونا والمصحف، والله العظيم تعبتونا يا جماعه، اقسم بالله يا ابني. ان انا بطلع اقول لك، بقول لك خبر يا حبيبي، انا مش بطلع خبر، مش انا اللي بفتكسه والله، انا بطلع بوريك اللي بيحصل. مش ده المؤتمر عندكم؟ امير محمد بيقول انا اهلاوي بس بعزك والله اسلام، ده انا مشرف والله العظيم. محمود حميده، انت محترم غصب عن اي حد يا اسلام، ربنا يخلي حضرتك من ذوقك يا غالي. على فكره علي حمدي، تفتكر يا علوي ان في تربص من اتحاد الكره للاهلي ولا كان خطا اداري؟
اعتقد خطأ اداري، اعتقد خطأ اداري، بس خطأ لا يغتفر طبعا، خطأ اداري ولكن خطأ لا يغتفر. انت راجل محترم بتقول الحقيقه، انا متابع اليوتيوب باسم الدحيح، تحياتي ليك يا امير البحار، ده انا شرفني والله الغالي ومنور اسلام، ربنا يخليك. الجمهور الاهلي او بعضه مش كله بيبقى دايما عايز يسمع حاجه عكس الواقع، الكلام اللي هو اللي يفضل دايما حاسسه ان هو مظلوم، او حتى لو كان الكلام دوت غلط انا ما اعرفش اعمل الكلام دوت. انا بعزك ربنا يخليك يا استاذ محمد شوله، ده من ذوق حضرتك. احمد جابر القام يوم 19 مش بتفكرك بحاجه؟ لا خالص، ما فكرتنيش باي حاجه خالص خالص، هتكون فكرت بايه مثلا يعني؟ استاذ نبيل عباس، بص انا بقول لك استاذ نبيل، انت بتقول لي انت انسان كذا، انسان بارد يعني. طيب انا هريحك من برودي خالص، انا بقول لك اي تعليق يا جماعه، حد بس متضايق يقول لي، وانا عناية الاثنين والله، انا معاكم اهوت كمان لمده دقيقتين هقعد مخصوص علشان انضف برده البيتج من اي حد بيتجاوز، اريحه ويريحنا كلنا وكل اللي ضايقنا يطلع بره. احلام جميل، السلام عليكم اخي، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، هنا وريده يا استاذ اسلام علوي، يريح دماغك عشان الناس ديت ضحك عليهم، ما تشغلش بالك بيهم، ربنا يهدي الجميع يا استاذ هاني. احمد جابر بيقول لي ولا قفشه، ماله قفشه يا عم، بطلوا فرهضه بقى، الماتش بقاله 800 سنه هتقعد كل شويه تقول لي قفشه والقضيه؟ ممكن سيد دسوقي بيقول لي توقعاتك لماتش القمه يا سلم، خارج التوقعات، بس افتكر جمله انا بقولها لك دلوقتي اهو، واحنا لسه بدري قبل الماتش يعني، فاضل تقريبا اسبوع، الزمالك لما يكون وحش بيكسب الاهلي، والاهلي لما يكون وحش بيكسب الزمالك، هي دايما كده، والزمالك لما يكون حلو بيخسر من الاهلي، والاهلي لما يكون حلو بيخسر من الزمالك. اشرف حماده بيقول انا اهلاوي بس بحبك عشان انت حقنا، ربنا يخليك يا استاذ اشرف، من ذوق حضرتك منور الدنيا كلها والله، يسلم ربنا يبارك، ربنا يخليكم يا جماعه. اتمنى يا جماعه الناس اللي بتاثر معانا في المشاركات الفتره الاخيره تعملي لنا مشاركات كده وتعملي لايكات عشان تعلي البث اكتر من كده، منقصرش مع حضراتكم ونطلع معاكم في اي وقت، فاتمنى الناس تعمل مشاركات في كل مكان. شريف الحداد، مع اني اهلاوي بس بحترمك والصدق والحقيقه مفتاح النجاح، ربنا يخليك يا استاذ شريف، وده الواحد بيحاول يعمله. منى بتقولي مش بترد عليا ليه؟ برد على حضرتك اهو، بص يا اسلام انا اهلاوي ومش بحب طريقه نظريه المؤامره، احنا اتعودنا نلعب في الظروف، والله العظيم انت راجل محترم، وده انا قصدي عليه، والله ده اللي قصدي عليه. احمد بيقول لي تحياتي اخي اسلام من المغرب، تحياتي ليك، بعيدا عن التعصب والانتماء كزملكاوي ومصري، عايز اكمل تعليقك، كزملكاوي ومصري حتى ازاي الاتحاد الافريقي ملوش علاقه، واكتر من دوله كانت طالبه تنظيم المباراه كلهم اترفضوا، ليه ما اعلنوش ان السنغال انسحبت؟ ما انا نفسي عارف ان السنغال انسحبت، ازاي ما اعلنوش؟ اذا كان انا وانا قاعد هنا عارف ان السنغال انسحبت من التنظيم. عرفات بيقول لي بحترمك جدا، ورغم ان هو اهلاوي يعني، تحياتي ليك، كلنا اخوات. سالت الثالث مره عن الاعلام المصري ماله ومال الزمالك؟ الاعلام هو في اصلا اعلام زملكاوي؟ طب ما الاعلام اغلبه منتمي للنادي الاهلي، فطبيعي يكون بالصوره دي، طبيعي يكون بالصوره دي. ان شاء الله تعالى حبيبي سنرد الصاع صاعين، وان شاء الله تعالى سيكون نجم مباراه القمه بن شرقي وسيحرز هدفين ان شاء الله. تعالى كده، في واحد كده جميل، انا بقول لكم انا قاعد بقى عشان الناس اللي زي دي، فين تعالى بس انا عايز الحقك يا رب، الحق تعليقك، انت محترم ربنا يخليك، مع اني اهلاوي بس احترمك، بص اسلم انا اهلاوي مش بحب كذا يا اخي. كان في واحد دلوقتي يا ريت تكتب تعليقك تاني، بتعليق كده جميل جدا بتاع حد تعبان، وانا يا جماعه اي حد تعبان او متضايق انا يعني مفيش مشكله خالص، اريحك والله واطلعك بره الصفحه. نفسي الاتحاد يتغير. انت عرفت امتى انسحاب السنغال؟ عرفت امتى انسحاب السنغال؟ في قبل نص النهائي. امير بحار، معلش يا اسلام اهلاوي بحب نضحك كل شويه، بس عادي المهم يكون بضحك معاك، وبنحبك وانا كمان بحبك يا جماعه والله. اشرف مورال، تحياتي ليك يا اشرف، تعالى خد بلوك جميل يا اشرف، تحياتي ليك، اتمنى تكون مبسوط مع الناس اللي هناك يا اشرف، مش طول عليكم يا جماعه اكتر من كده، اتمنى الناس المحترمه بس اللي تكون معايا يعني. انا اهلاوي يا اسلام بحترمك عشان انت محترم وكلامك منطقي، على فكره انا متابعك من زمان واسلوبك اتغير كتير عن زمان، عشان بقيت بتتكلم كوره مش تعصب، يا ريت الناس تفهم الكلام دوت والله، لو كانوا شافوني من الاول كانوا عملوا فيا ايه، انا مش عارف، ده الواحد بقى بيتكلم بهدوء شديد زي ما انت بتقول، هو انت راجل بتتابعني من زمان وعارف الفرق. انا زملكاوي وافتخر، عمري ما سمعت الخطيب بيغلط في حد وليه بيتهاجم، ومحدش قال ان هو بيغلط في حد، انت لذوقك تعبتهم، ربنا يخليك يا استاذ جمال، انا زملكاوي افتخر، تحياتي ليكم اجمل متابعين، يومكم جميل، اتمنى تعملوا مشاركات في كل مكان، ويومكم عسل وحلو زيكم، ومعلش بقى لو كانت الاضاءه ضعيفه شويه. محمد بيقول لي مفيش اعلام زملكاوي، لا ما عندناش اعلام زملكاوي، انا بقول لك مفيش اعلام زملكاوي. اهلاوي بيحبك، ربنا يخليك يا عمر، خليك موضوعي وقارن مؤتمر الخطيب بمؤتمركم، واعمل مقارنات ليه؟ اعمل مقارنات ليه؟ ده اللي عنده نقص اللي يقعد يعمل مقارنات، دي يعمل مقارنات ليه اصلا؟ ايه علاقه مؤتمر الخطيب بمؤتمرنا او مؤتمر الزمالك يعني؟ هستفاد ايه لما اعمل مقارنه؟ وهو يعني
يا جماعه دماغنا بقى والنبي، يعني هستفاد ايه؟ يعني ايه اللي هيعود عليا لما انا اعمل مقارنات؟ احلام جميل، انت انسان محترم جدا، ربنا يخليك، انا زملكاوي وبحب كلامك مصطفى، ربنا يخليك، اساسا انا عربي ارسلنا 100 نجمه، كفو ليك يا عربي، ربنا يخليك، الف شكر على دعمك والناس المحترمه اللي بترفع معنوياتنا كده وبتقول لنا استمروا، يعني اشكرك جدا يا عربي يا محترم. امير بحار، انا نفسي اشوف نادي الزمالك جدا بعد التطوير، رغم اني اهلاوي. انت محترم والله. ازاي تحب ايه اعد الاعلام للزمالك؟ فين اعلام الزمالك؟ مش فين اعلام الزمالك؟ انت عملت قلت عد اعلام الزمالك، واحنا عندنا اعلام؟ فين اعلام الزمالك؟ عد لي، قول لي، وانا هعد لك من ساعه انشاء مودرن سبورت الخمس ست اعلاميين اللي كانوا طالعين كلهم اهلاويه اساسا. ايهاب بيقول الموضوع مش خطا اداري، الموضوع مدرر مدبر لانه تم مسح تنظيم بطوله. يا لهو على مدبر والكلام الغريب دوت، يا جماعه سيبكم من الكلام ده، سيبكم من الكلام ده، ما تجيبش عين انا اللي سلبتهم. بعد اذنك. ناصر العباسي، استاذ اسلام الفاضل، اسلام علوي، انت محترم ونفسي لا تقصوا على اي اهلاوي. يا جماعه يا جماعه اقصوا على اهلاوي، اهلاوي اخواتي، بس انا سيبك من الفئه اللي هي بتقعد تشتم فيا ديت، ما اقدرش اقصوا على اي اهلاوي، احنا كلنا اخوات واصحاب واهل وبنهزر مع بعض وبتاع، ما انتوا عارفين ان بنقعد نهزر مع بعض وبنتسلى وبنطلع، بس مش هقصوا على حد هو بيقعد يغلط فيا، انا مش عندي مشاكل مع حد خالص، احنا كلنا بنتكلم كوره، كل الجماهير بتتابعني، وانا مبسوط على فكره ان الاهلاوي تابعني والوداد يتابعني والرجاوي يتابعني والزملكاوي يتابعني، دي منصه مفتوحه للكل، لكن اتمنى بقى وانت بتختلف معايا كده يعني اختلف بالشياكه وهرد عليك، لكن ما تقعدش تشتم، ما بحبش الشتايم، انا بتضايق منها. احمد كامل بيقول لي انا عراقي واكره الاهلي كره شديد. يا عم ما توصلش للكره، شفتوا بدافع عنكم ازاي؟ تكرهش ما تكرهش حد، عدوا الجمايل اهو يا اهلاويه، شفتوا برد عليكم، برد بالنيابه عنكم. احمد كامل بيقول ماليش دعوه، بيقول لك انا بكره الاهلي الكره الشديد. السيد عاطف بيقول لي حبيبي انت محترم، ربنا يخليك يا استاذ سيد، ايه رايكم يا جماعه نقفل ولا نقعد كمان خمس دقايق نقرا التعليقات؟ نقفل ولا نقعد شويه كمان؟ ابراهيم احمد، كنت فاكرك عندك ضمير مهني. يا لهوي على الكلام اللي بلا معنى، وانا جيت جنبك يا ابني. عندي ضمير مهني؟ عملت لك ايه؟ عملت لك ايه يا حماد؟ عملت لك ايه بجد والله؟ يقول لي انت والله راجل محترم يا اسلام، بتتكلم في الصحراء، ربنا يخليك يا امير. ازاي مفيش اعلام زملكاوي كفايه بس المحترم اسلام علوي؟ ربنا يخليك يا استاذ علي، ده من ذوقك. لا يا عم انا لا اعلامي ولا بطخاوي، بص الناس مش عايزاني ابقى مصنف اي حاجه خالص، تقول لهم محلل راديو، لك انت محلل رياضي انت تعرف ايه عن الكوره؟ تقول لهم انت اعلامي، يقول لك انت اعلامي، تقول لهم صحفي، انت صحفي، طب انا عندي صفحه، انت عندك صفحه. خلينا يا عم براحتنا، بص اعتبروني كده واحد بطلع كده بقول اي كلمتين وخلاص. ده الناس في صفحه من صفحات جمهور الوداد منزله لي بوست وبيشكروني، يعني بيقولوا الراجل ده بيتكلم كوره وفاهم وبتاع وجماهير في المغرب هناك، ولكن الجمهور عندنا هو اللي داخل اللي يغلط فيه هناك على المنصات، يعني اللي بره يقدروك وبتاع، ده صحفي في مصر يقول لك صحفي مشهور وبتاع، فهو اللي يخش يقول لهم هو ده صحفي؟ صحفي منين؟ احنا ما نعرفوش. رجا رجا تحياتي لك من المغرب، ربنا يخليك يا رجا. رجا رجا يعني رجاء رجاء، ما اعرفش اسم حضرتك رجا ولا لا. لماذا لم تتكلم عن المنتخب الموريتاني الذي تتصدر مجموعته ام تظنه اليس عربي؟ لا طبعا ده عربي، العربي العربي، تحياتي للمنتخب الموريتاني المحترم. مش هنعرف يا جماعه نلم كل الحاجات، انا شخص واحد والله، يعني على قد ما بقدر بحاول الم كل الاخبار على قد ما بقدر. رانيا بتفصلنا ضحك والله، ربنا يخليك يا استاذ رانيا. عاشر وقوي ولا تعاشر اهلاوي؟ ليه يا عم عادي عاشر اهلاوي، مش مشكله، مش هيعض يعني. تحياتي من المغرب، ربنا يخليك. هو لا يعلم معنى كلمه ضمير مهني. قصدك على مين يا استاذ علي بصري؟ انت راجل زملكاوي، قصدك على مين؟ اوعى تكون قصدك عليا وانت عمال تغلط فيا ولا انا ما اعرفش. وداد محمد، شفت اخره احمد المنسي رئيس النادي عمل فيه ايه؟ بيقول له لك عند عزيز ولا غالي. مش عايز اعلق يا جماعه الموضوع دوت، مش عايز اعلق على القصه ديت، كل الاطراف غلطانه ومش عايز اعلق فيها لانها ليها ملابسات كتير، ولكن ربنا يهدي الحال ومحدش بيشمت في حد، وانا برضو بحترم كل الناس. خالد انا بحبك، ممكن تكون اهلاوي بليز؟ اساس لما تقولي بليز او اهلاوي انا بقى خلاص اقول لك ما دام انت قلت لي بليز يبقى انا بقيت اهلاوي. لا طبعا مش هقدر اكون اهلاوي، مع الاحترام يعني انا راجل زملكاوي. السيد لا اسلام انا اهلاوي بس بحترمك والله، انت راجل ذوق. ابراهيم صحفي بس كذا حبيبي يا هيما، انا عم مستنيك ابراهيم او ازيك كان من زمان، سلم على كل هناك يا هيما. هو انت لما تديني حقي يعني انت هتنقص حته؟ يعني انت لما تديني حقي هتنقص حته يعني؟ يا جماعه شعري كل شويه الهواء عمال يطيره، فهتلاقيني بخضكم كده وتلاقيني كده يعني.
احنا طولنا قوي، بس يعني هادينا قاعدين ندردش مع بعض شويه. بذمتك ظهور الخطيب ولا مرتضى في الاعلام، ايه المقارنه في كده؟ يعني اقعد اقارنك ليه؟ اقعد اقارنك ليه؟ ما خلاص بقى يا عم بقى، هو الهوا ليه ماسك شعر اللي ورا يعني. يعني اللي بتسال انت ظهور الخطيب ولا مرتضى منصور، انا انت بتعملي مقارنه ليه يا حماده؟ بتعملي مقارنه ليه؟ ويعني ايه ظهور دوت ولا ده؟ يعني ايه 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 ده؟ ده طالع يقول معلومه في حاجه معينه تخص نادي، وده طالع يقول في حاجه تخص نادي. علي حمدي علو رياضه ترفيه وروح رياضيه، وده لا يتنافى مع الانتماء، لكن اغلب الجمهور دلوقتي واخد الموضوع على صدره. دي حقيقه، دي حقيقه فعلا. انا اهلاوي لكن بحترمك، انا اهلاوي لكن بعزك، انت راجل محترم. ايه عيوب الكرة المصرية وازاي نحلها؟ دي قصة كبيرة. عيوب الكرة المصرية دي قصة كبيرة جدا. لازم تغيير المناخ، لازم تغيير الناس كلها. ابرة بيقول الجو جميل عندك جدا والله. هو الواد ده مش هو اللي الاهلي غلبه رايح جاي؟ الاهلي غلبنا انا يعني، ولا انت قصدك على مين؟ ولا قصدك الوداد؟ بس كتبتها غلط. خالد بيقول لي خلاص انا بحبك وانت زملكاوي ربنا يخليك. مرتضى عم تطوير كبير يا اسلام في الزمالك. اه طبعا طبعا عمل تطوير كبير. عشان تنجح لازم تبقى محايد. مش لازم ابقى محايد، لازم ابقى هشك بشك هشك بشك هشك بشك. انا مش عايز كده، مش عايز كده خالص يعني. طب انت ولا اضحك يا بقى؟ ايه ايه انت ولا اضحك يا بقى دي؟ يا اسلام النادي الاهلي والزمالك انديه كبيره، كلام من اهلاوي، وانا نفسي اتواصل معاك. اتواصل معايا، ايه اللي منعك تتواصل معايا؟ اتواصل معايا حضرتك. مرتاح القطيفي منور الدنيا يا اسلام ربنا يخليك. اعتقد عيب الكره المصريه ان احنا ما بنعرفش نخرج بالكوره، احنا ما عندناش كوره عشان نخرج بيها حضرتك. كيمو مهدي، اسلام انا عايز اعمل محتوى زي اللي انت بتعمله. بلاش يا ابني، بلاش يا حبيبي، احنا رجلينا دخلت في الخايه واللي كان كان. بلاش يا ضنايه، بلاش، ما انصحكش والله، ما انصحكش خالص يعني، بلاش. اسلام زملكاوي جميل ولا لا؟ أو ايه ولا تسمع ولا ترى وتكلم، هذا هو اعلمهم. فلا تحزن يا اسلام، عيط من كلام. اشتغل في قناه الزمالك ليه؟ لا لا مش عايز اشتغل في حته، انا كده مرضي والله. انت موافق؟ انت ايه موافق قوي ومحروق بجد، الله يشفيك. انت بتقول ايه يا ابني انت؟ ولا بتكلم مين؟ ولا انت بقى مين؟ ولا معدي غلط؟ ولا محروق من ايه ده؟ انا قاعد بهزر مع ناس واتكلم. تعالى يا محمد يا محمود يا عيد، تعالى 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 تعالى. يعني انا بتكلم عن كيف تخاطب الناس بادب واحترام، نقطه محترمه. تسلم. تعالى محمد يا محمد ابيبو. اي حد يا جماعه تعبان مني او متضايق يقول لي بس يشاور لي، وانا عينيا الاثنين هوديه مع اخواته اللي هناك. احلى بلوك. علاء محمد علي بشكرك على نجوم الغلابه اللي انت بعتها يا محمد، الف شكر. احلى اسلام، احلى سلام لاحلى اسلام من اهلاوي وربنا يخليك يا رامي. يا عم انا بتكلم عن كيف تخاطب الناس بادب واحترام. خلاص يا عم عرفت، هتخري معايا يعني؟ انت عشان تعلمني ازاي اخاطب الناس بادب واحترام تزعق لي انا؟ خلاص عرفت يا عم، عرفت يا عم. حاضر. ايه ما المطلوب يعني؟ عايزنا اخاطب الناس بادب واحترام؟ ما تقول انت عايز اقول ايه. المشكله اننا عمالين نحرق جاز ونحرق اعصابنا على دوري مظاليم، واديك شايف والله ما عندناش دوري. نفسي اكلمك فون والله، هتسمع مني رساله. اتمنى لما مش مرتاح للرساله بتاعتك اسمع منك رساله. مش عارف هتقول ايه. يا سامي انا هلاوي بس بحترمك، راجل محترم. جيت متاخر في اللايف. لا يا لينا، يعني انت مش جيت متاخر، انت جيت بعد ما اللايف خلص. عمالين نتخانق بين الاهلي والزمالك واحنا والله ما عندناش كوره. الكهرباء قطعت يا جماعه، هكتفي كده بقى عشان انتم مش هتشوفوني خالص. يومكم جميل، اتمنى تعملوا مشاركات في كل مكان. بحبكم جدا، وربنا يهدي اي حد كده شايل جواه، وكلنا يا جماعه اخوات وصحاب في الاخر. سلام عليكم، عشان الدنيا ظلمت على الاخر. سلام عليكم.